هل يجوز استثمار أموال الزكاة والصدقات بالنسبة للجان الدعوية؟ نعم. يستثمرون أما الزكاة فلا يجوز الزكاة لأنها لدفع حاجة الفقير الحاضر، وهو إذا استثمرها ربما يحرم الفقراء الموجودين ويستغل هذا الفقراء الذين لم يوجدوا الآن، وهي لدفع الفقراء لدفع حاجة الفقراء الحاضر، فلا يجوز استثمار الزكاة في مشاريع. أما الصدقات فنعم ربما نقول إذا كانت الصدقات فائضة عن حاجة أهل البلد ورأى أن يستثمرها فهذا جيد، بشرط أن لا يحرم الموجودين الآن. فهمت؟ فإذا قال قائل في الزكاة وإذا كان أهل البلد لا, 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 لا يحتاجونها، قلنا أعطيها البلاد الأخرى من بلاد المسلمين في الشرق أو في الغرب. أما الصدقة فهي أوسع. فحاصل الجواب الآن، وهو جواب مهم، لأن بعض أهل الخير الذين يتولون مثل هذه الجمعيات يتصرفون تصرفا بحسن نية لكنه غير صالح. الزكاة لا يجوز أن ينشأ فيها أشياء استثمارية لأنها لدفع حاجة الفقير الحاضر، فإن كان البلد ليس فيه فقراء نقلت إلى أقرب البلاد إليه. أما الصدقة فهي أوسع، فيمكن أن يقال إذا كان أهل البلد ليسوا محتاجين إليها أن ينشأ فيها أشياء استثمارية.